اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده، وفي انتظار كل المكالمات اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ الطب والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا حسام، ازاي حاجه يا استاذ عزيز؟ الله يخليك، نورتنا وعلى طول منور يا رب. ما انت يا عم عطلتنا امبارح، المفروض حلقتنا يوم السبت فخليناها عشان خاطر سيادتك يوم الاحد بقى. انا اسف بس جدا. بعد كده هتبقى السبت مش كده؟ لا ان شاء الله السبت. السبت كان 7 ولا 8؟ السبت بتاع 8 ولا 7؟ لا 6، لا من 6 ل 7. من 6 ل 7 يوم السبت. يعني احنا يا جماعه ان شاء الله هنبقى على طول يوم السبت من 6 ل 7 بامر الله تعالى، النهارده بس للحد يعني. ان شاء الله ان شاء الله، لان بصراحه يعني انا احط مكاني مكان المشاهد او مكان المريض، انا هستنى يعني طول الاسبوع لغايه ما حضرتك. اما هو يدوبك يعني انا مش عايز اقول يعني ما بيحسدش الملل لاصحابه، ربنا يبارك فيك. يعني زي ما الاتصالات بتيجي على الهوا من كل حته وبيقولوا الحمد لله، يعني بياخدوا الروشته والامور تمام. بارك الله فيك. انا كان في سؤال يا دكتور كده برضو تملي اسئلتك يعني اللي بدي بلحقك. ماما ما بتقلهاليش غير واحنا على الهوا. بلحقك قبل ما يخش الاتصالات وكده. اتفضل. هل مرض السكر ده او الضغط او اي شيء بيختلف من شخص لاخر حسب السن بتاعه، ولا ممكن يكون مثلا واحد سنه فوق الستين او فوق السبعين وحالته مع السكر والضغط احسن من واحد عمره 20 سنه او 30 سنه؟ فعلا انت كلامك مهم جدا. يعني مثلا السكر لما يجي في السن الصغير بيكون ده النوع الاول، والنوع الاول معناه يعني ما فيش انسولين في الجسم. طيب. يعني الطفل لازم ياخد انسولين كالعلاج. بينما اللي بيجي في السن متقدم، وهنا كلمه سن متقدم يعني فوق ال 30 مثلا او ما شابه، عاده بيكون البنكرياس فيه انسولين، بس يا اما الانسولين ده كميته صغيره مش مكفيه، او ان الانسولين كميته كبيره بس الجسم ما بيحسش بيها نظرا لوجود مقاومه للخلايا نفسها. وعاده الخلايا اللي هي بتقاوم عمل الانسولين بتكون خلايا دهنيه، وعشان كده النوع الثاني اللي هو ما بعد سن ال 30 او بيبقى في الناس اللي هم البالغين بيكون مع عاده في الناس السمان اللي هم جسمهم مليان. وهنا فرق بين السماء والارض يعني كطريقه. اتفضل. ناخد اول اتصال. السلام عليكم، معانا الحاجه فريده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا حاجه. ايوه من فضلك، والله عايز اكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاك. اتفضلي. ايوه دكتور. السلام عليكم دكتور، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا دكتور. انا عامله استئصال كلي الشمال على بطني، وبعدين ضربات القلب عندي بتبقى ضعيفه لدرجه ان انا يعني مره الاقي تحت 40، مره الاقي 45، و الاقي فروحت لدكتور قلب قال لي لازم تاخدي كولوبكس، وتاخدي فاسترين، وتاخدي اتاكند بدل وبلاش الايزوبت 240 ده، وتاخدي سالبوفينت عشان انت عندك حساسيه على صدرك، وتاخدي الكابريس، وايدي كارد ده بعد الغداء، وتاخدي مكمل غذائي اسمه سيلزكت. ضربات القلب عندي ضعيفه تحت، انا ابني لسه قايل لي الضغط دلوقتي 107 فوق 60 تحت، تحت ال 60 48، ومتردد بقى مره 42 ومره 45 ومرة 48، دايما ضغط القلب ضعيف. فالدكتور بتاع القلب قال لي احنا لو مرض الحالة لمدة 15 يوم لازم تركبي جهاز. قلت له انا الدكتور اللي عمل لي استئصال الكلى الشمال قال لي مالكيش بنج تاني. لا لا بس هقول لحضرتك، بص حضرتك، سن حضرتك كام سنة يا فندم؟ سن حضرتك كام سنة؟ 70 سنة؟ أيوة. لا هو بص حضرتك الراجل بيتكلم صح. الأول قال إن في أدوية من اللي أنت بتاخديها للضغط وما إلى ذلك، أو أدوية القلب اللي أنت بتاخديها اللي هو زي الأيزوبتين، ويمكن يكون الكابريس برضو إلى حد ما، دول بيقللوا نبضات القلب، والاتنين دول بيوطوا الضغط. فضغطك اللي هو 106 على 70 ولا على 60 ده سببه أدوية.
ضبط الادويه كافي، اداكي 15 يوم انا شايف انهم مش كفايه، ولكن ضربات القلب اللي هي اقل من 60 في الدقيقه دي مخيفه في سن حضرتك، لان لازم لو ركبنا البيس ميكر او اللي هو منظم ضربات القلب او مزودها، اولا بيتركب في اي حد ومش محتاج بنج عام، وحكايه البنج اللي هو دي مش مسؤوليتك انت، دي مسؤوليتنا احنا. حضرتك انا شايف نستمر 15 او 20 يوم تاني، نبعد اعتقد الالكابريس ده برضه ممكن يقلل شويه، يخففوا شويه بعض الادويه اللي انت حضرتك بتاخديها، سالبو فينت المفروض انه بيعلي ضربات القلب شويه، فهي ضبط ادويه خلال اسبوعين او شهر. لو لم ننجح فلازم حضرتك نعمل نركب المنظم، وده بيبقى بنج موضعي، مش عايز مشكله خالص. الف سلامه عليك. شكرا، شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. ام احمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. الله يخليك. اتفضلي يا ام احمد. دكتور والله. اتفضلي. معاكي. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بيك يا فندم. كل عام وانت طيب، ربنا يبارك في علمك وفي صحتك يا رب وفي عمرك يا رب العالمين. بارك الله فيك. الله يخليك. يا دكتور انا حضرتك كنت كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات، وحضرتك قلت لي الجلو فالس ده يعني كويس خديه مره بعد الغداء ومره بعد العشاء. فانا جت موضوع زعل كده جامد قوي، فعينيا لما بزعل عينيا بتزغلل، فانا كنت متابعه مع دكتور عيون وكده، فكان عامل لي نظاره نظر ونظاره قرايه. يعني انا دلوقتي حضرتك كده انا حاسه ان انت يعني عينيكم مغمضه، مع ان انا لما بلبس النظاره بشوف حضرتك كويس يعني، بس الحكايه العينيا دي ما بتجيش الا وقت الزعل بس، يعني وقت بزعل قوي وبقى في ضغط عصبي الاقي عينيا بدات تبقى كده. طيب السكر عمل ايه اما انت حضرتك خدت حبايه تاني؟ لا انا حسيت ان هو بدا يقل. طيب كويس. يعني انا لسه ما حللتش لانه كنت محلله اليوم اللي انا كلمت حضرتك فيه. طيب جميل. طب اتفضلي اقفلي وانا هرد حضرتك عليكي من شكرا التلفزيون. شكرا ام احمد على الاتصال. عشان بعد كده معانا ام مصطفى. حاضر. طيب. هو دلوقتي حضرتك كل واحد بيزعل ده ما يقس اي اعراض على الزعل. تمام. يعني في واحد اما يزعل صداع يمسكه، واحد تاني عينيه بتزعل. عشان مؤقت يا دكتور؟ ما ناخدش بيه. دي حاجات بتبقى ملهاش مردود حقيقي على الاعضاء الحقيقيه في الجسم، ده بيبقى ده بنسميه فانكشنال. فانكشنال يعني وظيفي. يعني ايه؟ ممكن يبقى موجود في احيان ولا يوجد في احيان اخرى، ما ناخدش بيها وما نحطش دماغنا فيها ان شاء الله. طيب. الف سلامه. ماشي شكرا. ناخد الاتصال اللي بعده. ام مصطفى، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بسلم عليك يا استاذ حسام وعلى الدكتور خالد. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا بك يا فندم. كنت من فضلك عايزه اسال الدكتور حامد. ازيك يا دكتور الاول؟ اهلا بك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. كنت بقول لحضرتك يا دكتور انا ليا من ثلاث ايام كده حسيت معلش متاسفه في وركي من قدام كده زي ما اكون مضبوب عليه ميه سخنه بلاسعه قوي، يعني بيلسعني وزي ما اكون مضبوب عليه ميه سخنه كده ملتهب قوي من البلاسعه، وفي شعيرات دمويه دقيقه جدا يعني رفيعه قوي قوي، يعني يعني ما بتبانش بالعين مجرد لما بدأ النظر فيها قوي بشوفها، يعني شفتها كده بس في حرقان في فخذ رجلي، وانا الحمد لله مش بعاني من سكر، مش باخد علاج سكر ولا علاج ضغط ولا اي حاجه، الحمد لله رب العالمين، مش باخد اي ادويه، بس المشكله بس بصيت لقيت حضرتك بس من وقت للتاني بتجيني اللسعه دي، لسعه بس في زي ما اكون حاسه بحاجه سخنه مضبوبه على رواتي من قدام كده او على رجلي، ممكن في قطره رجلي من تحت او في بيز، بس بتجيلي اكتر في وركي من قدام يا دكتور حامد. طيب لسعه كده. اللسعه دي مستمره ولا بتيجي وتروح؟ لا هي مش بتيجي وتروح، هي بتخفف اعراضها شويه، بس هي في اول يوم من ثلاث ايام كده لسعه، مش قادره احط ايدي حتى، مش قادره اتحسس مكان الالم، يعني مش قادره احط ايدي اتحسس مكان الالم، بس هي الحمد لله بتخف يعني خفت شويه الحمد طيب. لله. طيب في تغير يعني في تغير في لون الجلد؟ لا هو عارف يا دكتور حامد بحمر بسيط قوي 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 مع وجود شعيرات دمويه يعني دقيقه قوي قوي يعني. لا رد يعني في حمار. استني بس، دي الناحيه اليمين ولا الناحيه الشمال؟ لا وركي اليمين يا دكتور. طيب يمين. الورك اليمين محمر شويه عن الناحيه الشمال؟ ايوه بالظبط كده، عارف حمار بس خلاص اللي بعده يعني. السؤال اللي بعده، حضرتك حطيتي ايدك على الاثنين لقيت الناحيه اليمين او الشمال سخنه عن اليمين؟ لا انا ما دافيه سنه، انا حاساها جوايا لكن مش بسخنه كده يعني، مش باللمسه احسها، انا حاساها جوايا. لا برضه لسه بقول حضرتك اما احط ايدي عليها اليمين الاقيها سخنه شويه او دافيه عن الشمال؟ لا يا فندم، لا ده احساس داخلي.
طيب لا احساس حاضر. جميل الحمار خلاص خلصت. الحمار حضرتك الحمار موجود الفخذ كله ولا واخد دايره معينه او واخد شكل معين؟ لا لحد فوق يعني من اول ركبتي لحد المنظر محترم حضرتك لحد فوق شويه. طيب انا هقول لحضرتك احنا دلوقتي بنبقى عندنا حاجتين، يا اما في التهاب خلوي بسيط قوي وده نادر الحدوث بالمنظر اللي انت بتقوليه، او ده يكون التهاب عصبي بس برضو مش ما بيبقاش مظبوط قوي كده لان المفروض اما احط رجلي او ايدي عليها استحملها. الحاجه الثالثه واتمنى انها ما تكونش موجوده حاجه اسمها هيربس زوستر. ده حضرتك التهاب فيروسي بيجي يدي الام قبلها باسبوعين ثلاثه وبعد كده يطلع طفح في الجلد، واخد بال حضرتك؟ بس ما اعتقدش ان هو موجود قوي. عموما احنا هندي علاج بسيط، واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا هناخد حاجه زي ليريكا، واخد بال سيادتك؟ حبايه كل يوم بالليل لمده اسبوع ان شاء الله. تمام، هيظبط الدنيا باذن الله تعالى. شكرا شكرا مصطفى على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده. استاذ ابراهيم عادل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك استاذ ابراهيم، انت الصوت بتاعك وصل متاخر، يعني الظاهر انك انت فاتح التلفزيون، فوطي التلفزيون بقى وابعد عنه شويه. تمام، واسمع واتكلم من الموبايل او التليفون الارضي. تمام حضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا استاذ ابراهيم معاك. مرحبا حضرتك. السلام عليكم، ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا وسهلا حضرتك. انا الحاجه عندي رجليها وايديها بتنمل على طول، حتى لما بتيجي اخدها بمشيها بتاع برضه رجليها بتفضل منمله. سيادتك سنها كام سنه الحاجه؟ نعم، سنها كام سنه؟ سنها 45. الحاجه دي تبقى مراتك ولا امك؟ هي امي. 45 سنه؟ اه. انت سنك كام سنه على كده؟ أنا سني كام؟ 18 سنة. كام؟ 18 سنة. 18 سنة. ما شاء الله، صوتك جميل كده راجل، يعني ما شاء الله. راجل كبير يعني. طيب يا حبيبي، وهي ما بتتكلمش ليه ماما؟ هي إيه معايا موجودة. خايفة ولا مكسوفة؟ ألو السلام عليكم. أهلاً أهلاً وسهلاً، إزي حضرتك؟ بقول لك يا دكتور، الحمد لله، بقول لك لما باجي أمس أنا عندي ضغط وسكر. أيوه. الضغط شوف عالي. شوف برضه هي داخله صح. لما باجي امشي مختلف. نعم، لما باجي ماشيه امشي شويه الاقي رجلي بتنمل، اقعد في توك توك رجلي بتنمل، وايديا ورجليا يعني بينملوا. طيب ده السكر هو السبب. حضرتك السكر الصايم كام وبعد الاكل بساعتين كام لو حللت؟ لا انا ما بحللش، انا بلاقيه مظبوط، ما حللتش بقالي فتره. قد ايه الفتره دي؟ بقالي كتير يعني 5 6 شهور كده. طب بص يا فندم، احتمال ارتفاعات السكر في الدم هي تكون السبب بتاع التنميل اللي موجود في الايدين والرجلين. فحضرتك اعملي لنا سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين، وعلى ما تعمليه هتاخدي دواء رخيص قوي اسمه تيجريتول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم كل يوم. بامر الله هيجيب نتيجه بنسبه 80%، وبعدين نظبط السكر لو طلع عالي اتصلي بينا يوم السبت الجاي ان شاء الله. الف سلامه. شكرا شكرا ام ابراهيم. ناخد الاتصال بعده. ام محمد السلام عليكم. بكلم الدكتور. ايوه اتفضلي يا ام محمد، دكتور معاكي. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا دكتور. بصي يا دكتور، اولا انا بكلم حضرتك كل اسبوع، بس الاسبوع اللي فات حضرتك ما جيتش، وانا حللت الصايم والفطر الثلاث والاربع والخميس. طيب فحملهم لك الله يخليك، شوفهم كده. اتفضلي. اول حاجه يوم الثلاث حللت صايم بعد العشاء، حللت بعد العشاء على طول اول مره، طلع 105 بعد ما اكلت بساعتين. بعد العشاء بعد العشاء بساعتين 105. طيب. بعدين جيت الصبح الاربع الفاطر اللي هو الصايم 120. ماشي كويس. ماشي، والفاطر يا دكتور بعديها بساعتين طلع معايا 100. طب ما انت كده انت بتاخدي علاج ايه دلوقتي؟ ما انا باخد، مديني حضرتك السيدوفاج اللي هو الميتفيرمين 500 بعد الغداء وواحد جرام بعد العشاء بس. فانا عايز اشوف الجرعه ايه، حاساه زاد معايا. لا كده ممتازه، استمري كده 6 شهور ان شاء الله. 6 شهور
طب وحللت امبارح بعد العشاء طلع معايا 140. اه ما احنا بنقبل لحد 140، انت كده 100 100، بس امسكي نفسك في الاكل بقى وتمشي لنا كل يوم نص ساعه ان امكن. الف سلامه على حضرتك. طب بص يا دكتور لو سمحت، هو الوزن برضو ما رضيش ينزل خالص عن 75. لا ما حضرتك ان شاء الله هننزل خلال 4 شهور. الف سلامه. شكرا. ماشي. شكرا محمد على الاتصال. الاتصال اللي بعده استاذ محمد، السلام عليكم. لو سمحت يا فندم بعد اذنك ممكن اكلم الدكتور محمد. اتفضل يا استاذ محمد معاك. لو سمحت يا دكتور. نعم. بعد اذن حضرتك الوقت انا كان حصل لي حادث، عامل لي شلل نصفي فركبت شرايح مسامير في الفقرات. فبعدها القولون تعبني جامد وعمل لي انساك فظيع، ولفيت على دكاتره كتير. يعني الدكاتره بصراحه يعني ما انا متاسف لحضرتك ما بيعرفوش حاجه في القولون نهائي، كل دكتور يعني بيكتب كده يعني حافظ له. قول لي قول لي انت كنت عملت حادثه من امتى؟ معلش انا متاسف لحضرتك. لا رد عليا، حضرتك عملت حادثه؟ الحادثه بقى لها دلوقتي يعني داخله في 10 سنين. طيب الحادثه دي من ساعتها والقولون تعبك ولا من سنه ونص؟ لا هو القولون ما تعبنيش انا بعدها بفتره، يعني هو كان شغال يعني كان عادي، بس بدا بقى ايه يتعب حبه بحبه كده. يعني ايه يتعب؟ احكي لي ايه اللي تعبك؟ القولون يا دكتور فيه انسداد جامد، وساعات احس في الجهه الشمال ديت من فوق القولون كده كان فيها حاجه، يعني ايه كان يعني لو وزن براز واقف فيها كده. سنك كم سنه يعني يا اخي؟ حمام. سنك كم سنه؟ 35. 35؟ اه. بتشتغل ايه؟ انا بشتغلش، انا الوقت الحادثه مسببه لي شلل نصف وقاعد. ما هو يا حبيبي النومه دي في نفسها بتعمل امساك، ربنا يشفيك. بس النومه يا دكتور معلش. نعم النومه في حد ذاتها بتعمل امساك. يعني الدكاتره ما يقولكش ما تتكلمش، ما اتكلم لو سمحت، او اسمعني بالتلفزيون، انت تسمعني بالتليفون لان بقنا بيخشوا في بعض. حضرتك قالوا ما قالولكش ليه الدكاتره ان النومه في السرير بتعمل امساك، او في البيت عدم المشي، ربنا يشفيك. انا شايف ان حضرتك اقفل حضرتك وهقول لك الاجابه من عليك. شكرا استاذ محمد. اسمع هو طبعا السبب هنا سبب احنا مش هنقدر يعني نعمله قوي، ولكن هو ممكن يعني نساعده يعمل علاج طبيعي ويعمل تمارين بطن، واخد بال حضرتك، تمارين بطن بايديه وكده عشان يقوي عضلات البطن نفسها. تمام. عمليه الارتخاء اللي موجوده في النصف السفلي من الجسم بيساعد ان يحصل تراكمات داخل البطن ويحصل عدم التون يعني، او شده البطن وشده الجدار البطن نفسها تبقى ضعيفه، زي بالظبط الست الحامل لما بتولد، لو جدار البطن ضعيف ما تعرفش تولد، فهو الاخراج هنا بيتاثر ويعمل امساك، وده سبب معروف المفروض كانوا قالوا له عليه بمنتهى البساطه. طب العلاج هناخد دواء اسمه لاكتيولوز، معلقتين كبار بعد كل اكله، هناكل كل يوم مش اقل من نص كيلو او كيلو خيار او قتة او اي حاجات زي كده، وياريت اما نمضغهم ما نمضغهمش مضغ جامل، نص مضيغ طبعا لو في جرجير وفي مش عارف ايه الكلام ده كله سهل. وما يعمل الفاصوليا الخضراء مثلا يعملها نيه او ما يسواش والى وياخد بيكولاكس كمان، يبقى بيكولاكس 15 نقطه على ربع كوبايه ميه قبل النوم، نمره 2 لاكتيولوز معلقتين كبار بعد لك 3 مرات مع الحاجات اللي قولها بامر الله تعالى والتمارين الرياضيه، ويزود التون او شد البطن من الامام بالتمارين حد يقول له عليها، ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. ده مهم جدا ان شاء الله. معنا استاذ عبير واستاذ فوزي، ناخد الاتصال الاولاني. استاذ عبير السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. اكلم الدكتور لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي. بعد اذنك يا دكتور، انا جوزي عنده السكر بقى له 10 سنين. وكان بياخد الاول سودوفاج، وبعد كده دلوقتي بقاله 3 شهور، كل 3 شهور يحلل التراكمي 8، ما بينزلش عن 8 التراكمي. طيب فهو بياخد جيلفاسمنت ال 50 على ال1000، وبياخد الميليجا والديميكرون 30، بس التراكمي ما بينزلش عن 8 خالص، فهل ده عالي؟ لا الصايم بيبقى كام؟ 200. هو حلل من يومين 250، واللي بعد الاكل بساعتين؟ لا ما هو بعد الاكل بساعتين ما حللش صايم. الوزن بتاعه اخر 6 شهور بيزيد ولا بيقل؟ لا بيزيد. يبقى غول. اول حاجه مشيهولي على نظام اكل وطلعي عينه. هو يا دكتور بيحافظ على نفسه خالص. حافظ على نفسه؟ ايه ما انت بتقولي بص يا ماما. لا لانه بص هو مهنته سواق.
بيقعد ياكل ملوخيه بقى وحاجات كده في الريست هاوس والحتت اللي عندهم في الطريق ده. هو سواق معدات تقيله فبتجي له دوخه دايما وفي تنميل في ايديه. ده كارثه ان يجي له حاجات دي وهو سايق وهو شايل تريلات وممكن يخش في الناس يموتها. السكر بينخفض. طب انا اعمل له ايه؟ طب يا دكتور هل هو هيستمر على الدواء اللي بياخده ولا ايه نظامه؟ طب حضرتك بتقولي بياخد حضرتك جلفاسمنت حبتين في اليوم صح؟ حبة واحدة. وايه تاني؟ الميليجا. التانية ايه؟ سيبك اللي ديميكرون 30 اللي قبل الفطار. ده ماكرون قبل الفطار. طب اقفلي وانا هجاوب حضرتك. شكرا. اولا بص، الدوخة اللي بتيجي المريض السكر ده بيجي له نوبات من نقص السكر. تمام. وربنا سبحانه وتعالى بيكرمها معاه وان هو الجسم بيروح معوضها له وهو سايق، ودي كارثه. مشكله وسايق. ممكن يحصل فقد للوعي لمده ثواني لا قدر الله، يعمل كارثه لنفسه ولغيره. اكيد. فانا انصحه ان هو حضرتك السكر بقى ما بيجي له نقص السكر ده اللي هو بيجي له في هيئه الدوخه يعوضه بالاكل، يقوم يدخن. تمام. ادام بيدخن وسكره عالي يبقى بياكل كتير والعلاج زياده. هيبدا يعمل ريجيم، والاماريل اللي بياخده ده ممكن نخليه، او انا اعالجه غلط اساسا. يعني هو ماشي غلط. هو بياخد قصدي دايماكرون. الدايماكرون 30 اللي بياخده، والجلفاسميت حبايه، الجلفاسميت تخليه مرتين يا ماما وشيل الدايماكرون وقلل الاكل. الف سلامه. شكرا. هناخد الاتصال. والدايماكرون بس عشان البتاع الجلفاسميت عشان ما اكونش ناسي، حبايه قبل الغدا وحبايه قبل العشاء بنص ساعه. تمام كده. تمام. طيب ناخد اتصال بعده. استاذه ساميه السلام عليكم. الو. السلام عليكم. يا استاذه ساميه. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبه يا فندم. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. انا والدتي السكر بتاعها عملته لها صايم 140 وفاطر 200 بعدها بثلاث ساعات 201 او ساعات 200. هي عندها سكر ولا ما عندهاش؟ عندها سكر. طيب انت عم ايه؟ سنها كام سنة ماما؟ 65 سنة. هو يعني السكر عالي سنة، ايه الأدوية اللي بتاخدها؟ بتاخد، أنت كنت قايل لها يا دكتور على الجلوكوفاج والسيديفاج، وبتاخد إيميريل 4. إيميريل 4 وإيه تاني؟ وجلوكوفاج والسيديفاج. جلوكوفاج وإيه؟ معلش عيد اللي انت قلتيه حضرتك. البرشام اللي انت كنت كتبته لها الاسبوع اللي فات، جلوكوفاج وسيتوفاج. ما هو السيتوفاج هو جلوكوفاج يا بنتي. نعم. هو السيتوفاج هو الجلوكوفاج. يبدو ان انا قلت او، فانت اعتبرتيها مع بعضهم. مش عارفه. طب يعني الاثنين، هي بتاخد الاثنين مع بعض؟ كملي الواحد، كملي منهم. الف الف الاثنين الف. يعني بتاخد 1000 من ده و1000 من ده؟ كم مره؟ مرتين في اليوم. وايه تاني غير الجلوكوفاج والسيدوفاج؟ امرين 4. امرين 4. هي هو سكرها قبل كده كان كام قبل ما اديها العلاج ده؟ سكرها كان صايم 190 و180 وفاطر حوالي 240 230 حدود دي. وكان بتاخد دواء ايه قبل ما اديها الجديد؟ كانت بتاخد فورسيدا 10. ايوه خلاص وصلت، عشان الفورسيجا غالي وانا حبيت اوقفه، وادي احنا جبنا بالملاليم. الفورسيجا ده اظن ب 340 ولا بكام فكريني؟ الفورسيجا الفورسيجا ب 331. ما انا بقول لك 340. البتاع اللي انت بتاخديه ب 3 مليم مش كده؟ وجاب نفس النتيجه. وكتبت لك انا ده ب 3 مليم مش كده؟ ايوه يا دكتور 3 مليم. طيب هنخلينا على الاماريلا 4 مللي جرام زي ما هو، ونوقف حضرتك السيدوفاج. وقفيه، خليكي على الجلوكوفاج حبايه قبل الاكل بنص ساعه ثلاث مرات. الف سلامه وثلاث اسابيع. ما نستعجلش، الدواء لما بيجيب نتيجه بياخد من ثلاث اسابيع لست اسابيع. الف سلامه. تمام. شكرا على الاتصال. تقريبا الحاجه فهيمه رجعت تاني. الحاجه فهيمه السلام عليكم. نسيت تقريبا تسال على ما مش ما برضه جماعه الكنترول مش معقول ان يدوا فرصه للناس. ايوه دكتور. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. حد ممكن يقعد يمسكك طول الحلقه. ما تصحى يا مخرج. اتفضلي يا حاجه فهيم. انا نسيت اقول لحضرتك عليها. في حاجه يا دكتور نسيت اقول لحضرتك عليها.
بيقول لي تشربي قهوه كتير، تاخدي تشربي بيبسي، تشربي كوكاكولا، تشربي قرفه، تشربي زنجبيل. ما اعرفش انا الكلام اللي انت بتقولي ده حضرتك، الكلام ده ما اعرفوش. يعني دكتور هل ده ينفع كده؟ انا اصلا وجبتي قليله. طب خلاص الف سلامه، هرد على سيادتك. شكرا شكرا يا حاجه فهيم. في لبس من جماعه الدكاتره وجماعه بتوع الاعشاب وجماعه بتوع العفاريت وبتاع والتغذيه والبحشي والكوسه والجماعه بتوع قول معايا اللي هم المطبخ. ما كل واحد عاوز يتكلم في الطب، لان الطب حضرتك من الحاجه اللي هي مشوقه قوي للناس. تمام. فاي حاجه من ناحيه الطب، طبعا كليه الطب دي عشان يبدا دكتور يفهم بيكون عنده 40 سنه. طبعا. فيروح واخد المجال القصير، يبقى بتاع تغذيه، بتاع تربيه رياضيه، اللي هو 6 شهور اللي هو 6 شهور يتكلم في الطب، وفي احلى من كده. ويحط لك الجن كمان فوق، يقول لك بقى بيركب المخ ولا بيركب البتاع. المهم في فرق بين ان انا اقعد افتي في كلام فارغ، اقول له كل كراويه كل كركديه، ادام بنلعب في الشارع انا موافق. يعني افرض يقول لك الكركديه بيخليك انت شعرك يقف، موافق. ايه لكن واحد اقرع اقول له خد الكركديه، مش عمره ما هيطلع، عمره ما هيطلع. يبقى احنا بقى اللي بنشتغل. فيا ست كل القهوه والكلام ده لواحد يعني بنقول دي جيب له ده بالعكس، ده ممكن يغير لنا ضربات القلب ما تطلعش من الاماكن الطبيعيه فيها. تاخد الفرسيجه ب 333 جنيه، اديناها جلوكوفاش تمره 6 جنيه ولا 7 جنيه ما شاء الله، واديناها البتاع التانى ب 4 جنيه ده ولا 4 مللي جرام بين الاماريل، يعني تمره مثلا 22 جنيه ولا 30 جنيه. يعني الموضوع مش موضوع فلوس يا دكتور. لا ما انا هنا شغلتي برضه، انا ما شفتش العيان، العيان ما بشوف شكله، بعرف من خلال شكله المستوى الاقتصادي بتاعه. لكن انا ما شفتوش، مش معقول هساله اقول له بقى مستوى الاقتصادي ايه، ما يصحش على الهوا. لا ما ينفعش. فانا بشتغل على على الحد الادنى. اتفضل. طيب هناخد الاتصال. مدام عزه سلام عليكم. ايوه عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا مدام عزه. بقول لك يا دكتور، انا كنت انا باخد انسولين فخدته في الناحيه اليمين، ما بينزلش نقطه دم. خدتها في الشمال برضه ما فيش نقطة دم، خدتها في بطني لقيت بقى المغص وجعني، كل ما اخدها في بطني الاقي برضه ما فيش نقطة الدم دي، ما بشوفهاش خالص في الحقنة. هو ايه بقى جسمي يعني ايه ما فيش دم يعني ولا سن كام سنة يا فندم؟ نعم؟ سن كام سنة؟ انا عندي 57. الاماكن اللي بتاخدي فيها دي، انا عايز اجيب حد الدكتور هنا افضل اسال فيه عشان اراضي فيه، اصل انت هتصعب عليا. هو كان الاول كان الاول لا خد راحتك يا دكتور. لا هو انا هقول له تجاوب ازاي ده، سؤال حلو يعني مش في الكتب الكلام ده. نعم اتفضلي. انا الاول كان نقطه الدم دي كانت بتجي، ما انا هجاوب اهو والله العظيم. 57 سنه وحضرتك بتاخدي في نفس المواضع دي بقالك كتير الحقن؟ يعني الدراع ولا الفخذ ولا البطن بتاخدي فيهم الحقن بقالك كتير؟ بقالي انا باخدها بقالي سنتين. طب يعني الموضع بتاع الابره بيخش تقريبا في نفس الموضع القديم؟ لا لا. طيب عموما نقطه الدم دي مش مطلوبه انها تطلع، لان احنا بنيجي تحت الجلد، وتحت الجلد بالعكس نقطه الدم تطلع ده مش صح قوي. فالغلط ان هي نقطه الدم تطلع. الف سلامه عليكي. شكرا شكرا مدام عزيز. هو طبعا البديل بتاعها ان يبقى فيه تليف تحت الجلد. التليف ده بيحصل امتى؟ اما ناخد يعني حقن في مكان محدد لفتره طويله فبيحصل التليف. ايوه طبعا. وهنا كان الحته بقى الغته اللي انا عاوز اغتت عليها، طب ليه ما بيطلعش؟ 65 سنه او 55 او 57 بيبقى برضو توارد الدم اقل شويه، مش زي بنت عندها 28 سنه بيختلف. نعم. طيب ناخد استاذ فوزي. سلام عليكم. السلام عليكم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا عند حضرتك سؤالين بس لو سمحت. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا استاذ فوزي. انا عندي ابن انا اولى سنه اولى ابتدائي 8. استاذ فوزي متهيألي برضو التلفزيون توطيه كده وتعلي صوتك شويه وتقرب من التليفون. حاضر يا فندم. بقول لحضرتك انا ابني اولى ابتدائي. انت ايه يا فندم؟ ابنه في اولى ابتدائي. ابن انا اولى ابتدائي يا فندم. كف ايده حضرتك وكف رجليه بيعرق بطريقه غريبه. كف ايديه. الو. ايوه معاك والله سامعك. كف ايديه يا فندم بيعرق وكف رجليه، وعملت له تحاليل الغده الدرقيه. الدكتور كتب لي على التحليل الحمد لله رب العالمين. طبعا النهارده الطب اتقدم، انا عارف هو مش تخصص حضرتك، بس انت ممكن تنصحني نروح ايه او نعمل ايه؟ لا هو يعني. هو لا. طب اتفضل اقفل، قول السؤال الثاني. طيب اتفضل. السؤال الثاني حضرتك، انا راجل متزوج عندي حوالي 33 سنه.
خدت حضرتك انا مدخن يعني بنشرب سجاير. طبيعي يعني ببقى كسلان يعني ببقى قاعد كده كسلان. في ناس قالت لي حد يمكن يكون عندك السكر، طبعا انا بخاف من التحاليل والكلام اللي زي ده. انا يعني شاب راجل يعني راجل على باب الله يعني شغال يعني خدت بال حضرتك يعني ببقى ايه كسلان مش في الطبيعي بتاع اي انسان كده يعني. طب ايه المطلوب يعني بتسالني في ايه؟ ان انت ليه كسلان يعني؟ السؤال يا فندم انا ببقى كسلان يعني بننهج بسرعه يعني مثلا. طيب اعمل لي صوره، اعمل لي نسبه هيموجلوبين واخد بال حضرتك. انت خاسس ولا زايد ولا وزنك طبيعي؟ لا يا فندم انا حوالي 64 65 كيلو. معقول يعني؟ وطولك 170 مثلا؟ ما خسيتش الفتره الاخيره؟ بننهج حضرتك، بننهج على طول ودايما كسلان يعني الشغلانه تبقى قدامي مكسل اعملها يعني. طب اعمل لي نسبه هيموجلوبين بس عشان ما اكلفكش فلوس كتير ونشوفها يمكن يكون حبه انيما نعالجهم بسرعه. طب رجاء بس ترد على الطلب بتاع ابني لو سمحت. حاضر، الف سلامه. الف سلامه. شكرا. هو بالنسبه للعرق اللي هو بتاع الايدين والرجلين ده اضطراب في الاعصاب المغذيه لمنطقه العرق. وهم في نوعين للعرق ده، او نوع بيزوده ونوع بيقلله، واخد بال حضرتك؟ جهاز اسمه سمبساوي والبارا سمبساوي علينا يعني. فا او هو الـ 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 العرق ده من الحاجات الصعبه بتاعت الايدين والرجلين انها تحصل. وبعض الادويه انا خاف ادي الولد سن 7 سنين ادويه ومن غير ما اشوفه، فدي معلش هتبقى بعيد. هو تخصصي على فكره بس ما اعتقدش ان هنجرؤ نعطيك بالتليفون. انا شايف ان يجيب الشابه، عارفين الشابه اللي هي الشابه طبعا فيش في منها مطحونه عند العطار، تمام، يحاول يبقى يدعك بها ايديه ورجليه، دي ان شاء الله بتقلل العلق شويه مؤقتا يعني. تمام، ناخد اتصال بعد يا دكتور. نعم، ام وسام السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا دكتور. اتفضلي يا ام وسام. معاك يا فندم. ليا مشكلتين يا دكتور. انا عملت تحليل امبارح يوريك اسيد. اليوريك اسيد؟ طلع اخره يعني 6، هو اخره 6. ماشي. وضغطي ما بين 150 على 160 على 80. السؤال؟ يعني عملت تحاليل اللي هو يعني تحليل الاملاح وكده، فطلع اليوريك اسيد. ما خلاص هنعيده تاني ليه؟ خلاص 6. وفي التحليل اقصى حاجه 6. حضرتك ضغطك بتقولي 160 150 على 70 80 صح؟ على 80. جميل. ايه السؤال؟ السؤال ايه العلاج اللي اخده لده ولده؟ لا، اليوريك اسيد عندك اي اعراض؟ التهاب في الرجلين زي التهاب السكر لما كان في الاول. انت ما عندكيش سكر يا فندم؟ لا عندي سكر حضرتك. ما هو السبب مش اليوريك اسيد. خلاص، في التهاب في الرجلين، اليوريك اسيد ده حضرتك السكر، التهاب الاعصاب الطرفيه. السكر الصائم بيطلع كام؟ الصبح 120 124. اللي بعد الاكل؟ اللي بعد الاكل ممكن 130. عظيم جدا. بس خلاص حضرتك في ورم في الوش او في الرجلين؟ لا. سن سيادتك كام سنه؟ 55. طيب احنا بص حضرتك، انت ممكن تاخدي ان شاء الله بالنسبه لالتهاب الاعصاب الطرفيه تجري طول 200 مللي جرام حبايه قبل النوم، وفي دواء كده الناس كلها بتسمه ملجا، تاخدي حبايه ولا حبتين في اليوم. هو نشتغل زي بتوع الاعشاب، مش هيقولوا لا، واخده بالك؟ تستمر عليهم 21 يوم وكلميني تاني وسكرك مظبوط وزي الفل. الف سلامه. شكرا يا وسام. ناخد اتصال لبعض. استاذ هيثم السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ هيثم، الدكتور معاك. انا دكتور عندي سكر من 10 سنين. الف سلامه. سنك كم سنه؟ 43 سنه. نعم. تاخد له ايه؟ عامل بس تحليل من يومين، الصايم 147 والفاصل 217، التراكمي 9. طيب انت رايك ايه يعني؟ وباخد جانوميت 1000 على 50. التراكمي انا مش عارف. انت بتاخد جانوميت بس؟ جانوميت ودايماكرون. ده ماكرون قد ايه؟ 60. 60 ام ار؟ جنوميت حبايتين في اليوم. 60 60 حبايه واحده. لا ما هو جنوميت يعني الحلال 50,000. خلاص خلصت. في ايه؟ الو؟ ايوه دكتور. سيادتك بتاخد جنوميت 50 على 1000. تمام، حبايتين. حبتين قبل الغداء وقبل العشاء. تمام كده. وبتاخد حضرتك دايماكرون؟
الصبح 60 ام ار تمام الصبحيه وسكر. الوزن اخر 6 شهور زاد ولا قل؟ لا الوزن ثابت مفيش مشكله فيه. ثابت. وسنك حاجه و40 سنه؟ 43 سنه. السكر عالي سنه عندك، تقدر تمشي كل يوم نص ساعه ولا تقلل الاكل شويه؟ وانا شايف انك تمشي افضل. هو ظروف الشغل ما بتسمحش قوي يعني. هذا الشغل. طيب يبقى هتقدر. طب يا دكتور الفورسيجا مناسب لحضرتك؟ مناسب ليا؟ بيقول ايه؟ قول تاني كده يا استاذ هيثم. الفورسيجا، الفورسيجا 10 اقدر اجيبه بسهوله يعني، مناسب ليا ولا لا؟ وزنك انت هيخسسك اكتر من كده. هو معنى انك تقدر تجيبه يبقى خلاص؟ ابدا، ما انت عندك الجينوميتر ده له لازمه اساسا وسايبك تاخده. انت بتكلف المكان اللي بيعالجك فلوس زياده، لكن برضه سايبك. احسن لك منه توقف الهيصه اللي انت بتاخدها دي كلها، لان وزنك لو زاد 3 4 كيلو هيبقى احلى. وتاخد حضرتك اماريل 3 مللي جرام قبل الفطار و3 مللي جرام قبل الغداء، وواحده جلوكوفاج 1000 قبل العشاء. بس يا عم ارمي اللي انت عندك ده كله وادعي لي. تمام. بس اتحلل بعد 6 اسابيع ويكون الدنيا اتظبطت. مع السلامه. تمام، شكرا يا استاذ هيثم. ناخد الحاج رجب. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ازيك يا حسام؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاج رجب يا دكتور، بشكركم والله على البرنامج ده. الله يا استاذ حسام انت والدكتور بنزاد حضراتكم وفريق الاعداد. الله يخليك يا حاج رجب. بالنسبه للدور ده زوجتي عادي يا دكتور محمد. قول يا فندم. اتفضل يا حاج رجب. شلت الغده من مده سنتين وماشي على برسام 100. ماشي. وبعد كده الغده راحت ايه؟ الضخم الثاني حاليا ضروه. وديتها لواحد الدكتور قال لها خليك ايه؟ خليك على نفس البرسام برضه هو. ونفس كده برضه الضخم ده يا دكتور. طيب انت حضرتك عامل اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه صح؟ نعم. اخر مره عملتها امتى؟ دي زوجتي خلي بالك. ايه؟ زوجتي. زوجتك عملت الاشعه امتى الغده الدرقيه؟ لمده حوالي 3 شهور. وهي اتضخمت بعد الثلاث شهور دول تاني؟ دولك بتتضخم برضه بتكبر اكتر برضك. يبقى عيد نفس الاشعه عند نفس الراجل وشوف سبب التضخم الجديد ايه وكلمني الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم السبت. الله يبارك لي فيك يا دكتور. هنا زياره لوكسور يا دكتور. الله يبارك. ان شر الله. استاذ محمد يا ريت والله. هنيجي والله. حاضر حاضر. شكرا الأقصر. شكرا. الاقصر؟ الاقصر ولا اسوان؟ الاقصر. الاقصر. حد ما يروحش الاقصر خلاص ماشي. طيب. نروح نركب في اتصال بعد كده؟ نركب البتاع دي بالزلعة. المركب بالزلعة. طيب السلام عليكم. الاتصال اللي بعده استاذ احمد الخطيب. معاك يا هاشم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هاشم؟ اهلا وسهلا. سمعت يا دكتور، انا عندي ايديا ورجلي من تحت بيعرقوا كتير يعني شتا الصيف، في اي وقت كده الميه مش بتمشي منهم. ما احنا يمكن في اتصال قبل سيادتك. سنه كام سنه؟ سني 27 سنه. طب بص احنا هنجرب معاك دواء كده يمكن يجيب نتيجة. واحيانا بيجيب. في دواء مشهور او موجود اسمه اندر اندرال 10 مللي جرام حباية 3 مرات في اليوم، رخيص بملاليم. وفي دواء تاني اسمه ريزيربين 1 مللي جرام، لو رأيته حضرتك تاخد واحدة قبل النوم، امشي عليه شهرين ثلاثة وان شاء الله نشوف جابت نتيجة ولا لا، لان من الحاجات اللي هي الصعبة قوي احيانا اتفضل اقفل وهكلمك في التليفون. شكرا استاذ احمد. احيانا الناس دول بنحاول نعمل لهم بس مش هقدر اعملها يعني على مستوى التليفون، بقللهم في بعض الغدد الصماء بتطلع هرمونات يعني بتزود حيويه الجسم في صوره تزويد العرق، فبنحاول ان احنا نعمل لها نوع من الاحباط البسيط وده بيجيب نتيجه، لكن ما اقدرش اعمله على التليفون بصراحه لان لازم يعني حاجات كتير قوي تتعمل كفحوصات وكده ومكلفه قوي. فهي لو كانت الدنيا هتمشي معاها بدول يبقى كويس ان شاء الله. تمام قوي. طبعا احنا بنذكر الساده المشاهدين بان هم يتابعونا على الفيسبوك واليوتيوب وان يظبطوا كل التردد بتاع قناه الصحه والجمال 11823. فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ راسي. راسي يعني انا دلوقتي اقعد اصلح لكل يا عم. لا 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 ما انا مستني انك انت تسالني. ايوه. طيب ناخد الاتصال. ام احمد سلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا ضغطي بيبقى واطي دايما بيبقى 100 على 60 وبيبقى فيه لهجان بسيط، ولما عملت صوره دم كامله طلع الهيموجلوبين 11 ونص، ف
فهل ده سبب النهجان؟ لا، سبب النهجان حضرتك دلوقتي ان انت ضغطك 100/60، حاوزين ان حضرتك بيجي لك نوبات فقد وعي، دوخه، مش عارف ايه. بيجيني دوخه، وخاصه لو اكلت اي حاجه فيها سكر، يعني شربت كوبايه عصير او اي حاجه من الحاجات دي بيجيني بحس ان انا هبطت اكتر، وان دوخت كده، ويعني انا ما اقدرش اكل اي حاجه مسكره، كيكه، شوكولاته، اي حاجه من الحاجات دي، بحس ان انا دوخت على طول. طب من غير ما ناكل برضه بتدوخي؟ لا، اما بتقولي من الصبح مهبطه. ما بصي انت بقى، حاضر، اما بتقومي من على السرير الصبح، انت متجوزه ولا انسه؟ متجوزه فندم. طب جوزك ما بيقولكيش قومي اعملي لي شاي كده وقومي من النوم تنط من على السرير؟ لا. لا انت بقى مفتريه، ايوه، عشان كده ربنا موطيلك الضغط، موطيلك الضغط والسكر. لو جت على الشاي كويس. لا، هو السؤال له مغزى علمي، له مغزى طبي. يعني اما حضرتك مثلا لو قمت من النوم فجاه، لو قمت من النوم فجاه ونزلتي من على السرير وقفتي، مش ممكن تحس انك دختي وعدم يعني عدم اتزان يحصل لك؟ لا، يعني بتقومي تنط من السرير مفيش مشكله، صح؟ لا، ما بقومش انط من السرير اصلا. ولا ما بتقدريش تعملي دي، بتخافي لا يجي لك عدم اتزان؟ لا، هو انا الساعتين الاولانيين بتوع الصبح دولت بكون، يعني انا لو صحيت 9 ممكن اقعد لغايه 11، ما بقدرش اعمل مجهود جامد. طيب، ما يبقى الكلام مظبوط. بص بقى يا فندم، احنا عاوزين نقيس ضغطك ده في اليوم 5 6 مرات، فممكن تشتري جهاز، واخده، معلش بقى هنكلفك، وفي جهاز ببطاريه وجهاز من غير بطاريه ومش عارف ايه، او لو جنبك حد مثلا ممرضه ولا حاجه تقيسلك الضغط الصبح والظهر وبالليل ووقت ما تجيلك النوبات دي. اما موضوع اتفضل اقفلي وهكلمك من التليفون. شكرا. من التلفزيون. عمليه حضرتك برضو يعني احنا قلنا انها تاكل حاجه مسكره فيجي لها نوع من الهبوط. احيانا في بعض الامعاء بيبقى نقل الاكل من المعده الى الامعاء سريع قوي، تمام، فيحصل امتصاص مفاجئ للسكر من الامعاء، ده يروح مشغل البنكرياس زياده عن اللازم، يروح مطلع انسولين كتير، فالانسولين يروح مخفض السكر، يجي الدوخه، ودي اللي بتجينا في رمضان كلنا. البطنه فاضيه خالص، صح، تروح انت ساتك هابش الكنافه، مع ان الكنافه سمنه، المفروض تقلل شويه الترانزيت تايم، كنافه او وقت الانتقال. ما هو يعني الا لو خدت مثلا، حتى حكايه انك تاخد مشروب مسكر في الاول دي انا مش موافق عليها قوي. غلط. فهي تبعد عن المسكرات الصريحه. فتاكل حاجات نشويات معقده، اي حاجه نشويات معقده ما عدا المسكر، غير مسكر يبقى نشويات معقده. تمام. دي حاجه، كان حاجه هي بتقولها تاني، تقيس للضغط وتقيس للسكر وقت الحاجات دي. حاضر اساعدك ان شاء الله. في حاجة يا دكتور على فكرة مهمة جدا جدا، يعني لو المريض، احنا يعني دقايق، المريض لو ياخد باله منها على موضوع الأعشاب والفيتامينات والكلام ده، ان المريض مهم جدا ان هو يروح لدكتور متخصص، لان هو لو 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 موضوع أعشاب والحاجات اللي بياخدوها هيأخر في الدواء بتاع المريض، يعني ممكن يسبب له كوارث. يعني مثلا لو واحد عنده مثلا الله يعني سكر ويفضل ياخد حاجات غلط، اعشاب او حاجه غلط وبتاع، ممكن يستمر على 2 سنين، الدنيا اتلخبطت معاه في المرض، في سبيل انه لو كان راح لدكتور متخصص ان هيتعالج ويبقى افضل ان هو يجيله 2 سنين متاخر. هو كان في حلقه موجوده هنا زمان، ويمكن ما كنا ما بناخدش اتصالات كتير، بنقول ان السكر اول 3 سنين لو اتاخر تشخيصه، وهو عاده بيتاخر من 1 لـ2 عشان تبقى فاهم بقى، لان 80% من مرضى السكر ما بيجيلهمش الاعراض اللي تبين، فبيشخصوا حتى ولو بالتحليل يا دكتور؟ لا، التحليل يبين، يبين من اول. بس في نقطه، في قبل ما السكر يعلى كمان ممكن نشخصه. يعني ممكن حضرتك تشخيص السكر سواء معدلات سكر عاليه في الدم مزمنه، تمام. طيب، هل فكره قبل ما السكر يعلى ممكن اشخص ان المريض ده عنده سكر؟ طب ازاي عنده سكر من غير سكر؟ لان كلمه السكر كلمه خاطئه، هو اضطراب في المنظومة البيولوجية داخل الجسم. أمال السكر عبارة عن إيه؟ مش الكورونا دلوقتي من غير حرارة؟ صح. في سكر من غير سكر. يعني حلوة الكورونا دي، رايحة. في سكر من غير سكر. أنا بسميه حضرتك السكر المستتر. إحنا يا فندم بنقيس الحرارة بس زي الكورونا، تقيس الحرارة ويبقى عنده كورونا ودرجة حرارته عادية أو كانت عالية ووطيت. يعني أنت تقصد دكتور ممكن واحد يكون عنده السكر وقعد سنة ومفيش أي أعراض، حياته طبيعية؟ لا، هو في مراحل يا حسام. في سكر طبيعي، والراجل ده عنده سكر ويتعالج من دلوقتي،
تمام. وبعدين في سكر موجود عالي تمام. بس مش هيكتشف لانه ما عندوش اعراض، وبعدين ممكن يجي له اعراض بعد سنتين ثلاثه. ايه المشكله في التاخير بقى اللي انت قلته؟ ان الناس دي ممكن يجي لها مضاعفات، والمضاعفات تبدا معاه وهو مش دريان. طب اما اما يكتشف من صلح المضاعفات يبقى قابلني. خلاص على كده. دكتور محمد انا عن نفسي مش عايز اقفل، بس لو تسمح لي نقفل نقفل. اتفضل يا فندم. واحنا وانا تعبت برضه. الله يخليك. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت للميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشهد السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه الشمس، والى لقاء اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.